العصر، الاستاذ شريف عبد الباقي، برحب بحضرتك معانا، رئيس الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه. طول عمرك مهتم بالموضوع ده انت. طب ازيك يا استاذ شريف؟ ما انت كنت مهتم. أيوه. وحضرتك ساهمت في بناء مجتمع المعلومات اللي احنا عايشين. ربنا يخليك. قول لي ممكن اولا التحديث الجديد ده حكايته ايه بالظبط؟ التحديث الجديد ده بقاله سنتين، مفيش حاجة اسمها تحديث جديد، مش فيرجن جديد من اللعبة. هي اللعبة أتاحت للكرييتور أو كل واحد بيلعب في جزء من أجزاء في اللعبة إنه يحط الخلفيات اللي هو شايفها. لا يعني معلش عشان برضو الناس تفهم وأنا أفهم برضو، يعني هي اللعبة بتنزل كده ولا في حد بيعدل فيها؟ لا، أنت اللي عدل اللي ونزل له الضجة الأخيرة. واحد عدل زي ما هو عايز وحط الصورة وحط الأدوات اللعبة اللي هي كمعول هدم مثلا، يعني الفيرجن بتاعه، وعمل فيديو. طب والتعديل ده أنا يتطبق في لعبتي اللي أنا بلعب بيها؟ لا طبعا مش هتلاقيها، والشركة طلعت بيان بكده. طب هل فنيا من الممكن حجب الألعاب دي؟ لأنه في ناس كتير على المستوى حتى برا بيقولوا والله لا احنا عندنا مشكلة في انه الولاد سلوكهم بيتغير. هو هيتغير اكتر، وزي يا استاذ شريف حضرتك ما استضفت حد سنه 2001، معلش بكبرك، وكلمك على تجربه كوريا، كان مسؤول كبير في وزاره الاتصالات على الهوت سبوت، وازاي كوريا بتستعد للتحول لمجتمع الكتروني اللي هو بقى رقمي حاليا، وان هي اتاحت حاجه اسمها الهوت سبوت اللي هي الانترنت في الشوارع، وعشان تعمل اجيال جديده بتتعامل مع التحولات اللي هتحصل في العالم، فبتأتاحت الألعاب الإلكترونية واهتمت بيها، وكان لسه محدش يسمع عن الكلام ده. لكن هل ممكن فنياً منعها ولا لا؟ فنياً لا. يا أستاذ شريف. أستاذ شريف عبدالباقي أنا بشكرك شكراً جزيلاً، الزميل والصديق رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، شكراً جزيلاً لوجود حضرتك معانا.